لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. العصفورة تقول: هناك ما يشير إلى وقوع مواجهات أكثر عنفاً مما عليه الآن، وأن الأيام حبلى بالأحداث والمفاجآت من هاي اللحظة وحتى بداية العام الجديد، وقد تستهدف شخصيات مهمة. المنطقة تحبس أنفاسها، فهل ستتحول الهدنة إلى وقف إطلاق النار لمدة طويلة، أم تعود الحرائق إلى غزة ويستمر العدوان عليها؟ وهل ستبقى الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن الحرب لن تتوسع؟ العصفورة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى اختارت التصعيد هذا الأسبوع الذي قد يؤدي إلى توسع الصراع. فإسرائيل بدأت عمليات مؤثرة داخل العمق اللبناني، استهدفت شخصيات بارزة في حزب الله ومنشآت حساسة بالتزامن مع قيام القوات الأمريكية بعمليات نوعية غير مسبوقة ضد فصائل في العراق، وأوقعت خسائر في صفوف عناصر مؤثرة وفعالة سواء كانت في جرف الصخر أم في أبو غريب. فهل تتجه المنطقة بعد التهدئة وبعد الهدنة إلى مديات جديدة من الصراع؟ هناك ما يشير إلى احتمالية وقوع مواجهات أكثر عنفاً بين القوات الأمريكية في العراق وسوريا والفصائل العراقية. لا، بل تقول العصفورة إن الأيام حبلى بالأحداث والمفاجآت من هاي اللحظة وحتى بداية العام الجديد. كل شيء متوقع بأن يحصل خارج ميدان غزة، وقد تستهدف شخصيات مهمة، وقد تتغير قواعد الاشتباك لندخل مرحلة أكثر خطورة مما هي عليه الآن. خلي يكون موضوع حديثنا لهذه الليلة هو موضوع العصفورة اللي ذكرتها، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة الدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسية، والسيد سرمد البياتي الخبير الأمني، والسيد علاء الخطيب الباحث في الشأن السياسي. ابدي اياك دكتور اياد، انت تعرف التصعيد اللي صار الأخير في العمق اللبناني والاستهداف اللي حصل بالعراق في جرف الصخر وابو غريب، ينظر بحدوث بعض المفاجآت يمكن في العراق وفي المنطقة. تتوقع بأن الهدنة ممكن أن تتحول إلى وقف إطلاق النار، بس وقف إطلاق نار دائم، أم أن هاي الهدنة هي هدنة وقتية لندخل بعدها مرحلة جديدة من الصراع خارج إطار غزة؟ حياك الله أستاذ هشام، حياك الله أستاذ سرمد ودكتور علاء من لندن. يعني إذا الهدنة كانت مرتبطة بما يحدث في الحرب ضد غزة وما يترتب عليه، فأعتقد أنه ماكو شيء مضمون الآن في ما يحدث في غزة. أما إذا كان هنالك حديث عن هدنة بين الفصائل أو من أعلنها من الفصائل، وحقيقة دقة هذه المعلومة هي من باب وقف الهجوم على المقرات التي يتواجد فيها الأمريكان، وهي ليست هدنة حقيقية، وإنما إيقاف عمليات إذا صح هذا الوصف. إيقاف هذا العمليات يعني بمعنى أن الأمر مرتهن بالعودة مرة أخرى في حال تطورات الأحداث وين؟ بغزة. زين. هذا الربط يخلي الموضوع بالدرجة الأولى والأخيرة مرتبط بأنه تصاعد الأحداث في المنطقة، بمعنى أن كل أوراق اللعبة لا زالت بيد الفصائل التي تستهدف مقرات التواجد الأمريكي على الأقل بالعراق. معركة قواعد الاشتباك في العراق أصبحت حقيقة معقدة جدا، مو مثل ما موجود في لبنان. لبنان أنه عتها حسابات، إذا انجرت إلى حرب تحسب حسابات نهاية هذه الحرب،
العراق تحديدا ربما هو من يريد أن يوصل الأمور إلى باب المواجهة. من يواجه هذا الأمر بات مختلط علينا حقيقة، ما عدا أن البيانات اللي يطلقها الشيخ أكرم الكعبي. أما بقية مثلا فصائل لديها تمثيل سياسي قوي ويحضرون اجتماع بالإطار التنسيقي، هذا حقيقة ما أعرف أنا شنو أوصف. يعني هم هل مخولين الحكومة؟ إذا تعرفهم هذا خطابهم التصعيدي فهم يحرجون الحكومة أكثر شيء، لأن أنت لما تعلن خطاب واضح وصريح ببقائك ضمن محور الفصائل الذي يستهدف التواجد الأمريكي في العراق وترفض هذا التواجد، وفي نفس الوقت أنت لديك قنوات سياسية موجودة داخل الحكومة وتحضر اجتماع الإطار التنسيقي، فعليك أن تكون أكثر حسما من الجانب السياسي، لو تنسحب من الحكومة، لو أنه تلتزم بما ترتئيه الحكومة وعدم إحراج الحكومة، لأن إحراج الحكومة بالدرجة الأولى والأخيرة يترتب عليه إضعاف لهذه الحكومة أمام الموقف الدولي والموقف الإقليمي اللي أنتم تتفاخرون به وتقولون أن حكومة السوداني حققت منجزات على هذا المستويين. إن بالأخير من سيكون محاسب؟ هل سيحاسب السوداني على أي عملية إخفاق بأنه لم يتمكن من حماية السيادة العراقية؟ أم ستحاسبون أنتم لأنهم أحرجتوا السودان وأحرجتوا الدولة وأحرجتوا الحكومة في قضية تعهداتها أمام الأمريكان؟ وليس الأمريكان فقط، حتى العالم ينظر إلى أن هذه الحكومة قادرة على الالتزام بتعهداتها أو لا. ما هذه الثنائية تبقى مزدوجة وماكو وضوح، وكأنما الموضوع كله خجلانة من عده، أعتقد هذه إشكالية كبيرة تواجه الحكومة وتواجه من لديه فصائل ويتبنى هذه الهجمات. مو متعاطف ويا أريد أقول حتى أكون أكثر دقة داخل الإطار التنسيقي. يعني بالمحصلة لكن الحكومة كالذي قابض على النار، يعني إحنا بنباب أنه أكو شخصيات داخل الإطار التنسيقي تحضر اجتماعات الإطار التنسيقي وبيانات. لكن أبو ألال ولاء اليوم اللي يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي كان صريح وكأنما جاي يقول إحنا سوينا هدنة على غرار الهدنة اللي وقعت فيه. هدنة بعنوان شنو؟ يا عنوان عنوان باعتبارك داخل الإطار التنسيق وبعنوانك حكومي لو بعنوانك فصائل ما مشتركة بالحكومة. فصائل لا، الفصائل ما مشتركة بالحكومة إلى كل الحق. شو تريد تقول؟ قل لك أنا ما مقتنع بهذا الوضع مزين. والتواجد الأمريكي عنده مشكلة، بس اللي عنده فصائل وداخل الإطار التنسيقي عنده قناة سياسية ودبلوماسية لازم يكون ملتزم بما تقول الحكومة. فهي لو الحكومة غير قادر على أنه التعاطي مع هذا العنوان المزدوج اللي موجود داخل الإطار، لو هم ما يعتقدون أن هذه الثنائية يجب أن تستمر وبالنتيجة النهائية هم حكومة وهم فصائل. يعني اللي تريد تقوله مثلا ممكن أنه هناك اختلاف ما بين الفصائل التي لم تشترك في الحكومة وما بين الجهات السياسية والشخصيات السياسية التي تمتلك فصائل داخل الإطار التنسيقي؟ يبدو هذا، يبدو هذا. سيد سرمد يمكن بالحديث عن هذا الموضوع أنه اليوم أكو هدنة لمدة 4 أيام بقطاع غزة، وعلى هذا الأساس أنه سمعنا تصريحات بعض قادة الفصائل بأنه إحنا يعني يلمحون إلى أنه هم راح ندخل إلى هدنة، لكن الاستهدافات التي حصلت ضد القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية في العراق هذا راح ينسي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ومشاهديكم والدكتور أياد والأستاذ علاء. لا لا طبعا، يعني أعتقد بأنه الموضوع ربما يتم تهدئته وليس نسيانه، تأجيله وليس نسيانه بالضبط. أعتقد هم الفصائل أعطوا هدنة، يعني مو هدنة إنما قالوا سنتوقف 24 ساعة لمراقبة الوضع، لمراقبة الأوضاع في غزة. بس هو هذه يعني حقيقة أستاذ، يعني هي مشكلة حقيقة تمر بها الحكومة العراقية. يعني حتى إحنا محرجين، تتلاحظ أستاذ هشام أكو فقرة أريد أقول لك إياها، يعني إحنا نطلع نحلل بالقنوات من تصير ضربات وخاصة الموضوع أمني بحت، يعني ما عندك في شيء تستند عليه من الدولة. أنا أخذ من الفصائل من بيانات غرفة عمليات المقاومة وأخذ من بيانات القيادة المركزية الأمريكية، وهذه كثير من المرات أنه الدولة هو هذا الإحراج اللي تكلمنا عليه. بس موقف الحكومة واضح.
بيان ينصدر البيان الأول اللي ذكر به بأنه إحنا داعمين إلى غزة، وفي نفس الوقت وجهنا قواتنا الأمنية بمطاردة مطلقي الصواريخ والمسيرات. حلو، هذا الأول. عقب علي الثاني بعد ضربة جرف الصخرة أو جرف النصر يسموه. بعد هذا البيان أدان خرق السيادة العراقية، وأدان هذا التايتل والبداية كله، وإحنا ما نقبل أن تخرق السيادة العراقية وتضرب فصائل حشد. وأيضا بالأخير أيضا وجه بمتابعة الحالات، يعني حالات الأماكن أو الجهات اللي تضرب القوات الأجنبية العاملة في القواعد العراقية، لكن ما شفنا أنه تم إلقاء القبض على أي حالة من هاي الحالات. يعني هذه ليش يعني أقول لك أستاذ هشام، حقيقة يعني الله يساعد الحكومة تمر في ظرف يعني أنا أراه محرجا. يعني اليوم أنت مثلا من انضرب لواء 45 جرف الصخر كلها قالت تم ضرب الحج الشعبي اللي هو تعرف ارتباطه حال بقية الأجزاء بالقائد العام للقوات المسلحة. لكن المشكلة اليوم يعني العدو اللي قدامك أيضا مو غبي أستاذ هشام، يعني من يجي يقول لك العدو منين تنطلق الصواريخ، منو اللي دا يطلقها؟ عرفت شلون؟ الحكومة مطالبة بجواب. أي بس لكن ردت القوات الأمريكية، ردت على أبو غريب والسيارة اللي كانت تحمل. خليني أعطيك هاي التفصيل أستاذ هشام. شوف انتبه، أنت طوال 61 تعرض على القوات يعني الأمريكية في سوريا والعراق، كان الرد يأتي في سوريا، رد الأمريكان كان يقصفون أماكن في سوريا يعتقد بأنه حسب ما يقولون بها الحرس الثوري الإيراني أو بها كذا أو كذا من هذا الإطار. لكن هالمرة ليش الرد كان بالعراق؟ مع العلم أنت تعلم جيدا تربطهم بالحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية علاقة ذهبية وعلاقة قوية جدا، لكن ليه صار الرد بالعراق بعد هذا الضربات؟ لأن المعركة أو التعرضة صار بها انعطافة خطيرة، صار بها صواريخ باليستية قصيرة المدى. انتبهت شلون؟ شنو هي الصواريخ البالستية للي يسأل؟ يعني عرفت شلون؟ هذه تعرف انت هذه محركها ترى يعني انطلاقها ربما يصل الى غلاف الجوي ويخترق الغلاف الجوي، وعندما يكون نزولها بمساعدة الجاذبية الأرضية فيصير قوة تفجيرية عندها، بالإضافة الى الرأس المعشو بالمتفجرات مع الجاذبية الأرضية يصير تفجيراتها قوية، فيبدو أنه وبعدين إحنا نقدر نصنع صواريخ باليستية بالعراق؟ الفصائل لها القدرة على تصنيع صواريخ باليستية؟ شوف، هي هذا أيضا موضوع، هذا يراد لحلقة خاصة ويراد لا يعني هذا سؤال واضح، هل تستطيع الفصائل تصنيع صواريخ باليستية قصيرة المدى أم لا؟ أستاذي قصيرة المدى ممكن إذا نقلت التقنية إلها ممكن، لكن منصات الإطلاق مالتها ضخمة جدا، يعني مو بهالسهولة هاي. احنا شفناها، هذه اكتشفت هالمنصات، منصات هيدرولوكية هيدرولوكية بينما شوف المنصات اللي توصل 1500 و2000 كيلو متر، هذه منصة إطلاق تكون أضخم من هذه بهواية، زين، ربما حتى بها وقود صلب مو بس وقود سائل. فلذلك إحنا لحد الآن هذا السؤال ما حد يستطيع الإجابة أنت عليه. أنت كخبير أمني شو تقول؟ لا أنا ما لا مو من السهولة. شوف لعد منين جاي يجينا استهدي بقوة التصنيع العسكري، قوة التصنيع العسكري ترى إحنا وصلناها 650 كيلو كان صواريخ سكود بقوته، زين، اللي انضربت فيها تل أبيب ومنفجر يعني منفجر الأرض انفجر بالسماء، خلي بالك هذه واحدة. بعدين من صارت اللجان اللي كانت تجي قالوا 150 كيلومتر فقط، 160 ما سمحونا، 160 كيلومتر ما سمحونا أن نسوي. هذه تعتبر من عبرة هالقياسات، هذه تعتبر صواريخ استراتيجية مؤثرة جدا. لذلك إذن الصواريخ البالستية القصيرة المدى قصيرة التي المدى أطلقت على عين الأسد
أنا أعتقد إيران لديها القابلية على التصنيع مثل هذا الموضوع، لكن هل نقلت هاي التقنيات إلى، طيب حتى لو نقلت أنت لا تنسى يحتاجها مواد أولية، نوع الوقود يختلف دكتور إياد، أو خاصة إذا استخدموا وقود صلب زين، نوع التحكم التدخل الإحداثيات، شوف الصواريخ الفرق بين السكود اللي هو هذه المصغرة الباليستية وبين الكروز ميسايل يسموه، هذاك ذاك مجنح وذاك يدخل بمنظومة سيطرة ملاحية على طول الدرب تطي إحداثيات محدثة، هذا لا، هذا مثل مدفعية ندخل عليه إحداثيات وينطلق حل. يعني يصعد في محرك عمودي بهالشكل ثم ينزل على الأرض. ينزل على الأرض. خلنا نروح للدكتور أو السيد علاء الخطيب. سيد علاء، هسه على ذكر إيران، إيران وينها من هاي المعادلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية اختارت التصعيد، وإسرائيل أيضا اختارت التصعيد، وكل من حسب ساحته بالعمق الإيراني وبالعمق العراقي، إيران وينها من هاي المعادلة؟ أولا محبة لك وتحية للصديقين أستاذ أياد دكتور أياد وأستاذ سرمد. بالتأكيد هناك تباين كبير جدا يعني حقيقة في خطاب الدولة ويعني خطاب الحكومة وخطاب الفصائل، هذا التباين يجعل يعني من المشهد مشهدا مضحكا، انه هل الدولة تعلم بالسلاح الذي تستخدمه الفصائل ام لا؟ هل الدولة على علم من يطلق الصواريخ؟ يعني عندما نقول ان الحكومة طالبت بمطاردة مطلقي الصواريخ والطائرات المسيرة وهي تعلم علم اليقين، والان تحدثنا حقيقة في بداية الندوة حضرتك حدثت وكذلك دكتور اياد تحدث عن وجود بعض الفصائل في اجتماعات الإطار، وهذا يعني أنه هم يعلمون من يطلق الصواريخ، وبالتالي ليس من الصعوبة أن يعني الإمساك بهؤلاء أو محاسبتهم، ولكن يبدو أن هناك تواطؤا بين الحكومة وبين الفصائل في هذه المسألة، وبالتالي يعني إيران تريد أن تنأى بنفسها عن كل مواجهة، وما دام هناك من ينوب عنها في المواجهة مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني إيران ولها حساباتها الخاصة كدولة، لكن عندما تكون هناك فوضى كالفوضى الموجودة في العراق، لذلك لماذا أنا يعني أتعب نفسي كدولة وأجلب الخطر إلى حدودي ما دام من هناك من يؤدي دوري أو من يتصدى لي الحرب أو المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقطة مهمة جدا أستاذ هشام، هو هل نحن الآن كدولة عراقية وكحكومة عراقية في حرب مع الولايات المتحدة؟ لذلك أنا يعني ترددت كلمة الهدنة وكلمة وكأنه إحنا داخلين حرب، إحنا لسنا في حرب، إحنا عندنا معاهدات وعندنا علاقات مع الولايات المتحدة وعندنا علاقات دبلوماسية، وهناك سفير عراقي في واشنطن وهناك سفيرة في بغداد، وبالتالي أكو علاقات يعني وتواصل بين الجانبين. إذا فوق هاي المعادلة الحكومة تقول إحنا ما عندنا حروب وبالعكس عكس علاقاتنا وكذا ونحترم السيادة ويجب أن نتعامل مع طيب، والفصائل تقول لا احنا مع في حاله حرب، والشيخ اكرم الكعبي قبل يومين بتغريده قال يطالب باعلان الحرب ضد الولايات المتحده الامريكيه، زين فسر لي هاي شلون هاي؟ هو انا جايك يعني هذه المعادله القلقه، هذه المعادله حقيقه الفوضويه في المشهد السياسي العراقي، انه الدوله في جانب في يعني والفصائل في جانب اخر، هو من هي الدوله؟ هل السوداني هو من يمثل الدولة أم الشيخ الكعبي؟ يعني أكرم الكعبي هو من يمثل الدولة، لذلك يريد أن يصرح يريد أن يواجه، هل القرار السياسي مرهون بيد الشيخ أكرم الكعبي أو غيره؟ هذه المشكلة، هذه المعادلة يجب أن تحل من قبل الدولة، من قبل حكومة بيان المقاومة، بيان فصائل المقاومة يقول لك واضح، الشيخ أكرم يكون واضح يقول لك إحنا ما لنا علاقة، إحنا لنا علاقة، إحنا كمقاومة وإحنا كفصائل مسلحة احنا نعلن الحرب ضد الولايات المتحده الامريكيه، الحكومه تريد تنسق علاقاتها، تريد هاي براحتها. اذا تجعل هذه الفصائل في مواجهه مع الحكومه، ومع ذلك يعني ومعنى ذلك انها خارجه عن القانون وخارجه عن سلطه الدوله. وشلون الحكومه تواجه فصائل جزء اغلب 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 هذه الفصائل مشترك بهذه الحكومه؟ هاي انا جايك، شوف اسمح لي، هذا وانا قلت انه هذا مشهد معقد، يعني
أنت اليوم مثل ما يقولون بالمثل العراقي إيد على الرحمن وإيد على الشيطان. ما يمكن حقيقة أن تقوم بعمل سياسي بهذه الطريقة. إما أن تكون أنت ممثل في الحكومة وعندك التزامات مع الحكومة العراقية وأنت جزء من هذه الحكومة، وبالتالي أنت جزء حقيقة من المشهد السياسي ومن السياسة الخارجية وكذلك حتى الخطاب السياسي، أم أنت خارج عن نطاق السياسة العراقية والحكومة العراقية وبالتالي أنت بالضد. فأنت اختار الموقع، أنت اختار الخندق الذي تقف به. ما يمكن أنه تسيطر على الخندقين في آن واحد. أنت أيضا تريد أن تحكم وبالجانب الآخر تريد أن تقاوم أو تجر البلد إلى عملية ربما لا يرتضيها الشركاء. يعني أنت اليوم في معادلة في داخل السياسة العراقية، عندك معادلة شراكة وعندك هناك أطراف تشترك في الحكومة. أنت لست وحدك التي تقرر الذي يقرر. يعني قرار الحرب وقرار السلم وقرار العلاقات والقرارات الأخرى، هذه القرارات حقيقة من يقررها ومن يخطط لها هي الحكومة العراقية. وبالدرجة الأولى أن السيد السوداني هو المسؤول الأول والأخير عن كل هذا. بالتالي لما تصدر وزارة الخارجية يعني إدارة الأعمال والتاريخ، وبنفس الوقت تطالب الولايات المتحدة باحترام السيادة، إذا أردت أن تحترم سيادة العراق فعليك حقيقة أن تتعامل مع كل الجهات بنفس الطريقة. بمعنى أو بآخر أنه لحد هذه اللحظة لم نجد أو لم نسمع أو نشاهد بأنه هناك أطراف ألقي القبض عليها وهي مدانة في هذا العمل. هذا العمل يجر البلد. بعدين خلونا نكون واقعيين، يعني السياسة لها حقيقة وجهان لا ثالث لهما. الوجه الأول هو الوجه المصالح. الدول إما تعمل على المصالح أو تعمل على المواقف. الدول التي تعمل على المصالح هي الدول البراغماتية والدول التي لا تمت للأيديولوجيا بصلة. الدول الأيديولوجية بشكل عام هي الدول التي تستخدم في سياستها المواقف. العراق اليوم أين هو؟ هل مع المصالح مع المواقف؟ هل هو العراق دولة أيديولوجية دينية أو دولة أيديولوجية قومية؟ العراق ما هو؟ هذا السؤال يجب حقيقة أن نضعه أمام السياسيين وأمام كل من يريد أن يجر العراق إلى قضية هو ليس طرفا رئيسيا فيها. طيب أستاذ علاء، بس عذرا على المقاطعة، نعم، شنو الخيارات اللي تمتلكها الحكومة تجاه هذا الأمر؟ نعم، لدى الحكومة حقيقة إذا كان هناك قرار، لديها قرار واضح جدا. يعني الخيار الأول أن تلقي القبض على هؤلاء على الأقل، أو أن تعمل من وراء من يعني تحت الطاولة معهم. لا شلون تلقي؟ أنه الآن الوقت غير مناسب لهذا العمل. نحن لسنا تصير رئيس وزراء، علي من تلقي القبض؟ نعم، أنت تصير رئيس وزراء، علي من تلقي القبض؟ شلون تلقي القبض؟ ما هي أجزاء مشتركة بالحكومة، شلون يعني؟ لا 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 لا، أولا الشيخ أكرم الكعبي وحركته غير منضوين تحت الحكومة أبدا، لم يشتركوا بالحكومة. عنده حشد؟ لا، عنده فصيل داخل الحشد، شلون؟ لا اسمح لي، مو فصيل داخل الحشد، حتى وإن كان داخل الحشد لازم يطلع، لأن الحشد مؤسسة رسمية، الحشد مؤسسة تابعة للدولة. وبالتالي رواتبها وسلاحها، أنا سألت سؤال مهم جدا، هذه الصواريخ اللي تطلق هي من مصدرها؟ هل هي صواريخ حكومية؟ هذه مشترية الحكومة العراقية وسلمت لهؤلاء؟ من وين تجي هذه الصواريخ؟ يعني ما تعرف منين؟ إحنا هاي المنصات تتحرك، يعني هذه ما تعرف منين أستاذ علاء؟ السلاح الرسمي؟ أستاذ هشام، سؤال مهم جدا، هل الفصائل تستلم سلاحا رسميا وتطلقه على الولايات المتحدة وهذه بها إدانة كبيرة للدولة، أم أن هذه الفصائل تدخل سلاح بدون علم الدولة وهذه أيضا بها إدانة؟ يا سيدي بالثنين، إحنا نتحدث عن قضية واضحة جدا. إذا كانت الصواريخ رسمية من قبل الوزارة الدفاع العراقية وتسلمها للفصائل، معنى ذلك أن الحكومة تعلم بهذه الصواريخ. أما إذا كانت واحد دق عليك، اي تسمعني؟ اما يا سيدي، هذه الصواريخ يعني تسرب للفصائل دون علم الحكومه، ايضا الحكومه يجب ان تتخذ خطوات مهمه ومباشره في هذا الشان. زين، كل ما فيها يعني لا يعني ماكو حلول اخرى. زين، يعني انت عندك صواريخ من وين جايه يا سيدي؟ بس جاوبني على السؤال اللي قبله. هسه السؤال هو شلون تلقي القبض على هسه؟ يعني انت حدث العاقل ما لا يعني انا اروح القبض على مثلا الشيخ اكرم الكعبي؟ شلون؟
يعني هسه ما تقول لك انا اكو حدود اكو حدود للتعامل. قل لي مثلا شنو الخيارات اللي تمتلكها الحكومه حتى تتفاهم مع الفصائل لوقف الهجمات بها باب جواب. اسمح لي انا ساحط نفسي بمكان السوداني، انا رئيس وزراء، هل اتمكن حقيقه من السيطره على هذه الفصائل بالحوار؟ اروح اسلك باب الحوار، ما تمكنت عليها والله ما اخلي القضايا تفلت بهذه الطريقه. حل. يعني هذه عمليه راح تجر البلد الى كل الى يعني ما لا يحمد عقباه. وبالتالي احنا مع المقاومه ضد المحتل، لا احد ينكر انه هناك مقاومه ضد المحتل مشروعه، ولا احد حقيقه يؤيد ما تقوم به اسرائيل من جرائم ضد الفلسطينيين. نحن نقف وندين كل هذه الجرائم، والبلد وقف والسيد السوداني وقف والجميع وقف، وبيان من السيد السيستاني ظهر، ومظاهرات خرجت بامر السيد مقتدى الصدور، ملأت الشوارع بالملايين، هذه كلها احنا وناس راحوا على الحدود الاردنيه، اذا موجود هذا الموقف العراقي واضح. الموقف العراقي واضح، حينما يجد الجد واذا كانت هناك امكانيه للمواجهه مع خصمك، روح واجهه. مو معناه ان تضرب لك صاروخ هنا وتضرب هناك وتجر البلد الى قضيه هي ما 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 يمكن ان تأتي. كل الزين. خليني اروح للدكتور اياد. هذا رايي. تمام. خليني اروح للدكتور اياد استاذ علاء. دكتور اياد، كل المراقبين والتقارير الدوليه كلها تشير ان العراق يتمتع بافضل حالات الاستقرار. تمام؟ يقول لك هذا استقرار غير مسبوق. احنا من هنا طلعت لنا حرب غزه. شنو اللي جاي يصير؟ يعني هل تسمى هذه حرب الوكاله بين اسرائيل وايران على ارض العراق؟ يعني شو جاي نشوف؟ احنا اسرائيل جاي تقصف غزه، احنا طلع منا عندنا الامريكان من صفحه والفصائل من صفحه، زين هاي حرب الوكاله جاي تدار؟ لو حرب هي فعلا عقائديه، اذا كانت عقائديه فالخيارات الموجوده الان لدى الحكومه ولدى الفصائل فخيارات كثيره ممكن استخدامها اذا كانت هي مشتركه بالحكومه. يعني هو ما ندوخ روحنا احنا هذا مال توصيف مال الاستقرار، اعتقد هذا توصيف اطلقته حاشيه الحكومه وقوى الاطار التنسيقي ومدونين. هو الاستقرار عليه من ينعكس؟ على المواطن. لا، على البلد. ينعكس على مستوى الاداء الحكومي وثقه الخارج وثقه المواطن بالحكومه. على مستوى هذا الاثنين انا اريد اقيم، تعال حل لي ازمه الدولار 7000 6 ما ادري كم حلقه مسوي. جيب بيانات البنك المركزي، صار لنا سنه ندور بيانات واجراءات امنيه وهذا، وشنو الحل؟ هذا يا استقرار. صراحه يقول لي الناطق باسم الحكومه غيره يقول لي الطماطه وهذا، لا انا دوا كنت اشتري ب 150000 هسه اشتري ب 250000. زين. اوكي؟ فهذه قضايا انه تسويق اشياء وننساق وراها هم صارت مو منتجه. يعني هسه هذا على صعيد الاستقرار الاقتصادي الاستقرار لا على الاستقرار الاقتصادي اوكي لا 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 الاستقرار السياسي ماكو مشاكل يا سياسي. انت عندك رئيس مجلس النواب يطلع بتهمه التزوير مؤسسة أكبر وأهم مؤسسة بالعراق زين. وما يتفقون القوى السياسية والله الشيعة ما راضين على دولة والسنة ما متفقين على دولة، وبالنتيجة النهائية أزمة. هذه أزمة فضيحة لو مو فضيحة زين. انتخابات لحد الآن أكو ثقة أنها تجري في موعدها لو لا؟ هسه احنا كل انتخابات هذا الجدل لا ما يخالف بس هسه هذه قضية هاي تنطرح لو ما تنطرح تنطرح. فشنو اللي تغير بالأجرة؟ ما تغير شيء يعني ذا كل الأشياء زين. تنطرح خارجيا هاي النقطة المهمة، يا هل يتعامل ويا خارجيين مستثمر سياسيا غيرها وانت يعني ما يعرف هو ويا من يتعامل. يعني مثلا انت هسه اذا نقول احنا صارنا نشرعن هذا العنوان اسمه الفصائل، من هو الفصائل؟ فصائل قوى سياسيه عندها اذرع مسلحه؟ اي لو اذرع مسلحه موجوده فصائل ما مشتركه بالعمليه السياسيه وبالنتيجه لها قوه وسطوه ونفوذ بالشارع. زين. اوكي؟ لما انت هذا الوضع موجود الاخر شو ينظر لك انت؟ حكومه يتعامل وياها لو يقول لك انت تسيطر على الفصائل لو ما تسيطر على الفصائل؟ لا مو انت خلص ارجع لي هو راجع لك ارجع لي الاصل تشكيل الحكومه. الحكومه من شكلت؟ ها هسه منين شكلت؟ تشكلت من قوه سياسيه موجوده عندها مقاعد بالبرلمان. ما له علاقه بهذا التوصيف. لا انا جاي اقول لك الحكومه تشكلت من قبل الاطار التنسيقي. اي الاطار التنسيقي شو يضرب داخله؟ يطلب داخل جهاز سياسية تمتلك أجنحة مسلحة. لا حقيقة ما قعد شيخ أكرم الكعبي وشكل الحكومة. لا هسه شيخ أكرم ليش أقول لك؟ ما قعد
واكو اسماء يعني شيخ اقرا ما ياثر عليه شيخ قيس؟ لا ما ياثرون لا. عليه بقيه الاطراف؟ المالكي ما ياثر؟ يا اخي منشقين من عندهم هم هسه ما ياثر المالكي مثلا؟ ما ياثر البقيه هذه العامري؟ اذا ياثر هاي فضيحه. ليش؟ انا اقول لك هاي زينه هاي. لا بالعكس سلوك يسلك الحديث الدبلوماسي بدون تصعيد. انا جايك هي هاي الى هاي النقطه. انت لما تكون عنوانك انت مدير عام وما عندك قدره على موظفينك وما عندك قدره على اللي جابوك وتقنعهم فهي اكو مشكله بالوضع. ليش احنا محتارين شلون نوصفه؟ انت رئيس وزراء ما عندك هواي من الخيارات ترى. من تقعد ويا الامريكان، من تقعد ويا البريطانيين، من تقعد انت تمثل العراق. مش يصير. دقيقه. ما له علاقه شو يصير، هسه خوانا هم متعاطف وياه. بس انت من تقعد شلون تقنعهم يقولوا لك يابا هذا حكيك ترى احنا البارحه انضربنا. انت تدري بيهم مو عندك برقيه، مو طلعت البرقيه بانه اكو وارده معلومه بوجود عجله وتحمل صواريخ ومدري شنو، صح لو لا؟ صح. بمعنى انه انت البرقيات جاي تجيك الامني. هذه شلون تتعاطى وياها؟ يا دولة رئيس وزراء انا جايك وانت انا سفير وانت جايك، شو تقول لي؟ والله ما ادري، والله انا ما اقدر اسيطر عليهم. يا هيبة تبقى للحكومة وشلون يتعاطون وياك؟ هم يجوز واقعيين ويقول لك خلي المشروع. هذا الموضوع يقع على عاتق والخيار الثاني جايك. السياسي؟ ايوه الخيار الثاني. تقعد وياهم. لو تسيطرون، لو ماكو حلين، لو استقيل وهاي ما يسويها. اي رئيس وزراء مو بس هو. لو استقيل، لو انه ترى نواجههم. لين جاي يحرجونا ويا من؟ ويا الدول اللي نتعامل وياها. الان انت عندك ما مو منطقي انت تستقبل سفراء وتحكي وياهم وبين فتره وفتره والسفيره لما تقعد وياك طلع هاشتاك تغريده وتطلع ويا السيد عمار حكيم شراكه الامريكيه العراقيه الشامله. زين؟ ويتحدثون عن اتفاقيه الاطار الاستراتيجي. يعني بالمحصله ايش بدي اسوي؟ انا رئيس وزراء، انا مشكل من قبل قوى الاطار التنسيقي، الاطار التنسيقي يقع على عاتقه الترتيب مع البقيه. انت ليش نجبرك بكل خانه؟ انت ليش قاعد انت تتحمل الواجهه وتصير انت بين نارين؟ لان هي احنا ليش تحملنا الواجهه؟ جاوبني على ليش تحملنا الواجهه أصلاً؟ هي حرب الوكاله. هي بالوكاله؟ بالوكاله. ايش يصير؟ شنو عنوانها؟ هي حروب بالوكاله هذه. حروب غير رسمي، حروب من خلال الأذرع. بس هي هل حرب فعلا؟ مو هو هذا السؤال مهم. كل حرب لها أفق واستراتيجية واضحة وإلها هدف واضح. أنتوا شو تريدون؟ تخرجون الأمريكان؟ الأمريكان عنوانهم اللي متواجدين به الآن بلسان الحكومة تصفهم مستشارين. زين تريدون تقطعون علاقاتكم الدبلوماسية ويا إيران؟ تحملوا المسؤولية، خلي يصير قرار. عندكم قرار برلماني اصروا عليه يا اخي. بس شركائكم الاخرين هي التوافقيه مو بكيفك، مو لعبه. مثل ما انت الان تريد تختار رئيس مجلس النواب بحجه التوافقيه والتوافق، ها؟ فاكو قرارات استراتيجيه تتعلق بالدوله لازم تتفق وياها. بالنتيجه اذا تريد تواجه ربما الابعاد الاستراتيجيه يقول لك الكرد انا ما اتحمل هالمسؤوليه. والسنه يقول لك انا اصير اقليم وربما هذا روح المشروع بعدك. روح انت لوحدك وتحمل المشكله. كل زين استاذ سرمد، هسه من اللي نقل المعركه العراق؟ من اللي خلى هسه توصيف دكتور اياد هي حرب هاي لو شو تريد تسميها؟ لا لا الحرب لها سياقات وسياقات واضحه، لها قواعد اشتباك، لها حرب وتصنف الحروب يعني حروب يعني بتدرسها بالتعبية أنواع كثيرة من الحروب. لا أنا هذه مو اسمها حرب. شو تسميها؟ يعني حقيقة تشوف هو إحنا من خطاب السيد حسن نصر الله سابقا ركز على موضوع أنه أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا. شرعا هذا الموضوع يعني أنا عرفت والله من صار هذا الكلام قلت راح يصير شرعا الاستهداف المستشارين الامريكان بانه شوف ليش تنقل للعراق؟ هذا السؤال، ليش تنقل للعراق؟ هم فصائل، هم يقولون هم فصائل عقائديه، يقول لك احنا بالنسبه لنا احنا هسه رجعنا نفس الموضوع، هي فصائل عقائديه كنا نعرف. فصائل تقول لك انا بلد ما اريد بلد باحتلال، ما اريد بلد بمستشارين، قوات امريكيه، كنا نعرف. لكن من شكل الحكومه؟ من الاصل على تشكيلها؟ من اللي وقف بوجه التيار الصدري؟ يعني انت قصدك تناقض واضح؟ لا مو تناقض، خلينا نقول تناقض، مو تناقض، مو تقول تناقض، تقول اكو وكانما واحد جاي يعمل على اسقاط الحكومه وبس احراج الحكومه مو اسقاط. ترى بس ابو آلال ولا جاي يصدر هيش بيانات، اما البقيه مواقفهم ضد الامريكان بطريقه يعني عامه.
شيخ قيس. وانا اقول اذا الحكومه كانت مشكله من قبل اطار تنسيق، ليش ما نسلك الحوار الدبلوماسي؟ استاذ هشام خلي اقول لك شغله واحده، انت تعرف كل زين غرفه عمليات المقاومه الان مقتصره على كتائب حزب الله العراق وحزب الله اللبناني والنجباء وانصار الله الحوثيين، ترى بالمناسبه حسب اعتقادي بانه كل الفصائل البقيه اللي مشتركه بالحكومه ما موجودين بغرفة العمليات، والله أعلم يعني، بس هذا ما وصلني ربما هذا الموضوع. لذلك أنت شوف اللي مشتركين بالحكومة لهم رؤية خاصة في هذا الموضوع، يعني قد يرون بأنه الآن إحنا علاقات، إحنا الآن بالسياسة، إحنا الآن سياسيين وبالإطار التنسيقي، فما ندخل بحرب ويا شريك إحنا موقعين يا معاهدة إطار استراتيجي، وهذه المعاهدة دائما يسوي لها أبديت، يسوي لها تطوير في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني أنا قلت لك يعني ما أعتقد بأنه هو القرار البرلماني اللي يتكلم عليه دكتور عيال لا يعني الحكومة ولا يعني القوات الامريكيه، وانت تعلم جيدا غير ملزم القرارات مراجع مجلس غير ملزم بانه الحكومه، وكلنا نعرف انه ذيك الفتره لما صدر هيش قرارات كان وظيفتها بانه يعني امتصاص يعني الغضب الجماهيري خلينا نسميه الشعبي السياسي. لا اذا الحكومه تشتكي عليه اذا تصدرون القرار تطعن بالمحكمه الاتحاديه، الحكومه رئيس مجلس هو رئيس السياسات العامه والقرارات. صحيح صحيح. زين استاذ سرمد، هل من المحتمل انه تتسع رقعه التصعيد؟ لا لا ما انا اقول لك لا، تبقى هيك استهدافات يجوز من الجانب الامريكي نعم، اما بالنسبه لنا استاذ هشام خلينا نوضح الموضوع للعالم، ترى حتى الابراج اللي حول القواعد اللي موجود به امريكان هاي الابراج ممسوكه بقوات عراقيه. واضح الكلام لو لا؟ يعني ما راح نقدر نوصل الى هذه القوات ولا تقدر تشوفها بالمناسبة. يعني شلون تقدر تشوفها؟ ما هي السيطرات البداية وهذه كلها عراقية، يعني ماكو اشتباك حقيقي بيناتهم، راح يصير احتكاك حقيقي. يعني أنت تقول من المحتمل أن الأمريكان يصعدون الموقف؟ إذا شوف الأمريكان تعرفهم كل زين وكلنا نعرفهم، إذا أعطوا خسائر حقيقية راح يكون ردهم قاسي مبين، هذا واضح، هذا سياقهم. ستصل إلى استهداف شخصيات مهمة؟ لا ما أعتقد يوصلون لهالمرحلة هاي، ما اعتقد. ليش؟ لانه ما مو شرط يوصلون، هم ما يهمهم الشخصيات المهمه، يهمهم المراكز اللي يتوقعون انه بها اسلحه، بنك اهداف العتم هو يحدد هذا الشيء، يعني هل الاماكن اللي يتواجد بها مصانع او من هذا الموضوع، اما هو شيء يسوي بال يعني بالرؤوس ما يحتاجها. استاذ علاء يمكن انت عندك موعد استاذ سرمد. والله انا اشكرك، شكرا جزيلا على حضورك كل ما تفضلت بي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا. اشكرك. خليني اروح السيد علاء. استاذ علاء يمكن اذا نحشي بنقطه مهمه وهي نقطه انه اذا امنا بفكره السيد سرمد البياتي بما يخص انه لا تتسع رقعه الاستهداف على القواعد الامريكيه، وحتى الامريكان لا ما يريدون يستهدفون او يتوسعون بهذه الاستهدافات ويتوسعون بالتصعيد، ممكن أن ينتقل أو ينتقل التصعيد إلى التصعيد الاقتصادي مثلا، ممكن أن يتأثر الدولار بالعراق هو يكون ردا على الاستهدافات التي تحصل على القواعد الأمريكية في العراق؟ يعني مسألة يعني اتساع رقعة يعني المواجهة بين الولايات المتحدة وبين الفصائل هو يعتمد على التصعيد من جهة الفصائل. أنا أتفق حقيقة مع الرأي القائل إذا كان التصعيد كبير وكان الاستهداف يعني حقيقة يؤثر على القوات الأمريكية أو يصيب أفراد من القوات الأمريكية، بالتأكيد سيكون الرد يعني بغير هذه الصورة التي نراها اليوم. الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة لكنها الآن يعني غير راغبة في أن تستخدم هذه الخيارات، خيارات الخيار الاقتصادي أو كذا. يعني هو ليش يعني الآن الدولار هو ما شاء الله يعني السعر عالي والوضعية غير شكيلة وتبدلت كثير من الأمور، إذا هي مو فقط الخيار الاقتصادي، لديها خيارات أخرى أيضا موجودة. أنت تعرف أنه الولايات المتحدة دولة مؤثرة ومهمة وحتى مؤثرة حتى في العلاقات الإقليمية للعراق مع جيرانه، يعني لربما تكون هناك حالة من الـ يعني الإيحاءات لدول الجوار لا تتعامل مع العراق بطريقة إيجابية كما يتعاملون الآن. يعني تعرف أن العراق الآن حظي حقيقة بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، مع بقية البلدان الأخرى اللي من حوله، فأيضا هذه العلاقات مهمة جدا.
وكذلك لا تنسى أنه ربما أن تكون محركات داخلية داخل العراق من عدم الاستقرار، لأن يعني الاستقرار اليوم بالعراق هو استقرار هش وقلق، ليس استقرارا تاما وثابتا، رغم أنه هناك يعني حقيقة محبوحة من الاستقرار يتمتع بها الشارع العراقي، لكن هذه يعني هذا الاستقرار ربما ينفجر في لحظة معينة إذا ما يعني تحولت الأمور إلى قضايا أخرى. لذلك أنا أعتقد أنه يعني من 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 العبث أن تكون هناك مواجهة بهذه الطريقة، أن الولايات المتحدة لا تواجه أولاً، يعني لا يمكن للفصائل في أي حال وأحوال أن تكون هناك حرب مفتوحة بينهم وبين الولايات المتحدة على هذا النطاق. يعني كما أسلفنا أنه قرار الحرب هو ليس بيد هؤلاء، هو قرار الحرب يجب أن يكون بيد كل الشركاء المعنيين في إدارة البلد، سواء كان الكرد أو السنة أو الشيعة الجميع. لكن هذا التذبذب بين أنه أنت تكون مع الاستقرار وبين عدم الاستقرار ومن يريد حقيقة أن يفتح جبهة مع الولايات المتحدة، هؤلاء حقيقة قلة. يعني شقد نسبة هؤلاء بالنسبة للشعب العراقي اليوم لو أجرينا استطلاع، لماذا تريد حقيقة مجموعة من المجاميع التي تمتلك السلاح أن تفرض رأيها على العراقيين بأن تفتح جبهة مع الولايات المتحدة؟ من يريد أن يفتح جبهة؟ يعني هذا مطروح على الإعلام أيضا يطرحها بالشارع. لماذا حقيقة يجر البلد إلى مواجهة مع الولايات المتحدة؟ جاوبنا عليه، من يريد يفتح جبهات؟ نعم، من يريد يفتح جبهة؟ هذه الفصائل، يعني هذه الفصائل اليوم تريد تفتح جبهة مع الولايات المتحدة، وتريد تخرج القوات الأمريكية، وتريد يعني هي تضرب كل قرارات الحكومة العراقية عرض الحائط، وتريد أن تذهب بسياسة مختلفة وكأنها هي دولة بداخل الدولة. هي هاي المشكلة. أنا ما أعرف شنو السر. كل الحكومات اللي تجي تقول عندنا مستشارين، ما عندنا قوات أمريكية، والفصائل تقول لا عندنا قوات أمريكية. هو السؤال عندنا قوات أمريكية لو ما عندنا؟ أنا أقول لك لا عندنا قوات أمريكية. أولا مسمى القوة المسمى الرسمي لتواجد القوات الأمريكية هي قوات أمريكية، هاي فرنسية وإسبانية ومن دول أخرى، وهذه معروفة للجميع. هم ليسوا حقيقة كلهم أمريكان، يعني الجميع يعلم أنه قبل شهر تقريبا الحكومة الفرنسية مددت لألف عسكري فرنسي في داخل العراق. يعني هي القضية مو واضحة، واضحة جدا. لكن التركيز اليوم على الولايات المتحدة دون القوات الأخرى، يعتقد البعض أنه يعني سر وجوده السياسي وسر وجوده العسكري في العراق هو مواجهة الولايات المتحدة. والحقيقة خل أقول شيء مهم جدا، يعني حقيقة أن هؤلاء كما وصفهم دكتور أياد، هم مو فقط هم بالنيابة، ولكن أنا أعتقد أنه لا وجود لهم دون هذه المواجهة، لا وجود لهم دون أن تكون هناك عكازة يتعكزون عليها بأنه هم يحاربون المحتل. وإلا توصيف الاحتلال اليوم في داخل العراق مختلف تعريف الدولة العراقية شيء، وتعريف الفصائل شيء ثاني. لدينا تعريفين حقيقة في قضية وجود التواجد أو وجود القوات الأمريكية في العراق. تعالوا خلينا نحل لغز معين. هذه الدولة العراقية، يعني لما يقول يعني الشيخ الكعبي لما يقول احنا نريد نفتح مواجهة مع الولايات المتحدة في حين تصدر الحكومة العراقية قرار إدانة ومطاردة مطلقي الصواريخ، هو من مطلق الصواريخ؟ ما هو يقول يعني الرجل يقول لك انا جاي اطلق الصواريخ، وانت تقول احنا نطارد مطلقي الصواريخ؟ يعني هم شنو نازلين بالسماء جنون؟ هم شنو هم دولة؟ يعني طيب. جيوش هلامية غير معروفة، مو قضايا مضحكة يا سيدي. يعني الحكومة العراقية هي هم مو واضحة في قراراتها وفي خطابها السياسي. يعني الحكومة العراقية يجب أن تقول بشكل واضح جدا أن هؤلاء هم يقولون، يعني هم الآن هم يصدرون بيانات رسمية يقولون إحنا نتعرض للقوات الأمريكية ونهاجمها. يعني أكثر من هذا الاعتراف شنو؟ إذن أنت لمن الطارد؟ الطارد شنو؟ الطارد يعني الأشباح؟ الحكومة العراقية طارد لمن؟ مطلقي الصواريخ من؟ يعني لهذا السؤال الأسئلة يجب أن يجاوبون عليها، يجاوبون الناس ويجاوبون الشعب. وبالتالي أنت يعني لما تقول يعني إحنا نريد نحمي العراق ونبني دولة ونحميها ونبنيها،
تحميها وتبنيها شلون يا سيدي؟ انا اشوف الحكومه لا تقدر تطي يسمحون ويبرحون. لا، الحكومه لا تقدر تطي بالام ولا تقدر تطي بالمراه، تمام؟ لا تقدر تقول هذا من باب مرتي وهاي من باب امي. تمام. ليش صاير حكومه؟ ما بنحصل شرد الطبيب من الطين. اي شرد الطين؟ قاعد ارضي هذا وارضي هذا، احكي ويا هذا واحكي ويا هذا. هذا المختصر. مو ترضيات حبيبي، مو ترضيات. شوف شلون مو ترضيات؟ من جاب الحكومه استاذ علاء؟ استاذ علاء شلون مو ترضيات؟ هم جابوها. من اللي شكل الحكومه؟ الاطار التنسيقي منين؟ شلون مو ترضيات؟ هسه احنا شوف خلي نفكك المشهد. هو مو كل الاطار التنسيقي هو ده يشترك في اطلاق الصواريخ او مواجهة، وليس كل الاطار التنسيقي. نعم، ليس كل الاطار التنسيقي هو راضي عما تفعله بعض هذه الفصائل، وهذه الفصائل تقول احنا ما مشتركين. وقفت الصوره استاذ علاء. انا احط في خانه يا سيدي. تمام. هو طبعا صوتك مو واضح استاذ علاء وحتى الصوره. خليني ارجع رجعه اخيره لدكتور اياد العنبر. نفرض جدلا في حال نجحت جهود السلام في غزه وانتهى الامر، خلص رجعت الامور للمياه المجاريها، ولا استهداف حماس ولا غزه تضرب، لا اسرائيل تقصف غزه، والامور طبيعيه وانتهت. هذا ايش قد راح ياثر على العراق بعد انتهاء حرب غزه؟ يعني شيء يأثر غير أنه تتوقف العمليات ضد المقرات التواجد الأمريكي؟ غير هذا تسمح أمريكا بأنه تبقى التهديدات مستمرة؟ لا مال تسمح. شوف أقول لك، هذا الظاهر أنا أكو فد شيء ما جاي القالة مفاتيح للتوصيف. عادة كل مشروع يحمل سلاح، أو كل من يحمل السلاح لديه مشروع. أما الضغط باتجاه موقف معين أو تطبيق ايديولوجي سوي الوصول الى السلطه. البعض اللي موجود الان، بعض هاي ما حيدر عبادي موجود الان، هو موجود وين؟ موجود بالسلطه. فاذا متحقق الغايه الاولى. زين، اللي ما موجود بالسلطه عنده غايه وعنده ايديولوجيا وعنده متبنى وعقيده جاي يعتقد مشروع يدافع عنه. اوكي، هذا اذا الان الدوله ما عندها مشكله وياك، متماهيه وياك، بس تقول لك احنا نتعامل وفق المصالح. يعني صار قطيعة بينه وبين الدولة، هذا مشروعه. شن وصفه؟ الدولة تبقى تتفرج عليه؟ شو تريد تسوي؟ ها؟ شو تريد تسوي؟ شو تريد تسوي؟ مو احنا نحكي منطق دولة؟ منطق دولة. لو منطق مال العجوز وتشنة؟ منطق دولة. منطق دولة تواجه. تواجه. أنت لو وياي، أنت الآن أتذكر واحد، أتذكر واحد الله يذكره بالخير راد يسويها. يا ولد مصطفى الكاظم ما سواها. لا، هيك كانت هيك فكره. عمي كفيلك العباس كذاب، كان تدري شو يسوي بها؟ كان يريد يتمسكن والله العظيم. عود للخارج، شوفوا اني شلون محصور، شلون جاي اواجه معركه ما حد ساندني بيها. هذا الخطاب مالته، ترى هذا الخطاب مالته. لو يريد يواجه، ترى اقول لك يصعد ينزل، ما يملك دبابه، يصعد ينزل ما يملك طياره اللي يريد يواجه الدوله. والبرقيات موجوده وكلها موجوده وقوه موجوده. صوله الفرسان يعني المالكي، انت تريد تواجه تسوي حرب اهليه؟ لا، شنو تريد؟ خيارات اذا موجوده، انت تريد الدوله خيارات. اي تريد الدوله اذا صارت تصير بين مجموعات وعصابات وغيرها تريد تفرض عليه. بس اذا دوله موجوده ودوله تريد منطق قويه، هاي يسوحوا لها، مو حرب اهليه. هذا بالتوصيف مو صحيح. مو صحيح، مو حرب اهليه. ليش ما تروح للخيار الدبلوماسي؟ مو هو احنا هسه نقول وين الخيار الدبلوماسي؟ يعني انت موجود وقاعد وياهم، لو تقنعهم لا يقنعونك. اذا قنعوك يا بطلع كل السفاره الله وياك، وقول انهي اتفاقيه اطار استراتيجي وتحمل النتيجه. بالنهايه من راح يقنع منه؟ لا، راح تبقى هيك، راح تبقى الظاهر. هي هاي اللعبه تستهوي الخارج اكثر من الداخل. كل زين. انا اشكرك شكر جزيل دكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسيه، وشكر موصول للسيد علاء الخطيب الباحث في الشان السياسي، وللسيد زلمد البياتي الباحث في الشأن الأمني. أشكركم، وصلوا إليكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.